الاكستنسورز بقى، الاكستنسورز والفليكسور بتاعت الهايند ليم بيبقوا موجودين في منطقه الليج. منطقه الليج دي اللي هي منطقه التيبيا والفيبيولا، بيبقى كل العضلات اللي بتبقى كرينيال زي ما قلنا في الفور ليم، العضلات اللي بتكون كرينيال وعلى اللاترال للتيبيا بقول عليها اكستنسورز، العضلات اللي بتبقى كودال وميديال للتيبيا بقول عليها الفليكسورز. هنشوف خمس عضلات للاكستنسور بتوع الليج. اول عضله، اطول عضله فيهم ايه، دي ليها لونج تندون اهو، بقول عليها لونج ديجيتال اكستنسور. اللي جنبها على طول لاترال ديجيتال اكستنسور، يبقى ادي اللونج ديجيتال اكستنسور وادي لاترال ديجيتال اكستنسور. ما بين الاثنين هلاقي كل واحده ليها تندون اهو بيكمل تحت الهوك، يبقى ده التندون بتاع اللونج ديجيتال اكستنسور مكمل لتحت، وده التندون بتاع اللاترال ديجيتال اكستنسور برده مكمل لتحت. تحت الهوك بلاقي الاثنين تندون بيتحدوا مع بعض، وبينهم بيبقى فيه العضله الثالثه بتاعتهم اللي هي الشورت ديجيتال اكستنسور. يبقى هنا لونج ديجيتال اكستنسور تندون اوف لونج ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور تندون اوف لاترال ديجيتال اكستنسور. ما بين الاثنين تندون بلاقي فيه الشورت ديجيتال اكستنسور ماسل. دول اول ثلاث عضلات التندون بتاعهم بيتحد ويعمل لي الكومن ديجيتال اكستنسور تندون، ده اللي بيكمل لغايه الثيرد فالانكس. العضلتين التانيين بتوع الاكستنسور عشان هم خمسه، بلاقي تحت اللونج ديجيتال اكستنسور هلاقي فيه عضلتين، العضله اللي قدام التيبيا على طول بقول عليها كرينيال تيبيال، كل العضله دي اللي هي لونها احمر دوت بقول عليها كرينيال تيبيال، ماشي عليها عضله لونها فايبر شبه الليجامنت، العضله اللي بره ديت اللي نايمه عليها، يبقى الجزء الاحمر او الجزء الكبير من العضله دي اللي هي كرينيال تيبيال اللي هو لونها احمر، دي كرينيال تيبيال. الخط او اللي عامل زي الليجامنت ده دي عضله ثانيه، دي رقم خمسه اللي هي الفيبيولاري ستيرشس. يبقى كده عندي خمس عضلات اكستنسور، لونج ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور، ما بينهم تحت الهوك شورت ديجيتال اكستنسور، الثلاثه بيعملوا لي كومن ديجيتال اكستنسور تندون، الاثنين الباقيين بلاقيهم تحت اللونج ديجيتال اكستنسور قدام التيبيا، العضله اللي قدام التيبيا بقول عليها كرينيال تيبيال ماسل، العضله اللي شبه الليجامنت اللي نايمه عليها ديت بقول عليها فيبيولاريز تيرشوس ماسل. دول كده الخمسه اكستنسور ماسلز. بالنسبه للفليكسور اللي بيبانوا برده من هنا وانا على اللاترال سيرفيس، بلاقي فيه عضله بتزق الكودال تيبيال، يعني زي ما في قدام كرينيال تيبيال قدام التيبيا لازم يبقى في ورا كودال تيبيال ورا التيبيا، لكن بيبقى في عضله بتيجي ما بينهم، العضله ديت بيبقى اسمها الهالوزس لونجس، ادي العظمه اهو ديت التيبيا، ورا التيبيا المفروض الاقي الكودال تيبيال، بس لقيتها ان في عضله جت وراها، جت ورا التيبيا على طول وزقت الكودال تيبيال، يبقى دي عندي الكودال تيبيال اهي، لكن اللي ورا التيبيا على طول اسمها الهالوزس لونجس. طب بقيت كده اتنين من الفليكسور، في اتنين تانيين هلاقي هنا عضله الجاستروبنيميوس، العضله دي كلها اسمها الجاستروبنيميوس. لو انا على اللاترال وشاورت على الهيد دي اقول عليها اللاترال هيد اوف جاستروبنيميوس، على الناحيه الميديال هيد ثانيه برضو زيها اقول عليها الميديال هيد اوف جاستروبنيميوس، ما بين الاثنين بيبقى في عضله ثانيه بقول عليها البلانتاريز ماسل او السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل. يبقى ما بين اللاترال هيد والميديال هيد اوف جاستروبنيميوس جوه في عضله اسمها البلانتاريز ماسل. كده خدت اربع عضلات من الفليكسور، اقولهم ثاني، اللي ورا التيبيا على طول هالوزس لونجس زقت الكودال تيبيال ماسل، دول الاثنين اللي قدام، بلاقي ورا في لاترال هيد وميديال هيد اوف جاستروبنيميوس وبينهم البلانتاريز ماسل. يبقى كده اثنين قدام اهم هالوزس لونجس وكودال تيبيال، واثنين ورا اهم جاستروبنيميوس وجواها البلانتاريز، يظهر ما بينهم هما الاربعه دول، ما بين الاربعه دول هلاقي فيها عضله ماشيه لوحدها بقول عليها السوليوس ماسل. يبقى ديت سوليوس ماسل، دي بتقع ما بين مين؟ ما بين الهالوزس لونجس والكودال تيبيال قدام وجاستروبنيميوس وجواها البلانتاريز من ناحيه ورا. دول كده الفليكسور اللي انا اقدر اشوفهم من على الناحيه اللاترال. اقلب على الناحيه الميديال عشان اشوف بقيه الفليكسور. ظهرت عندي الميديال هيد اوف جاستروبنيميوس، ميديال هيد اوف جاستروبنيميوس، هفتحها هلاقي جوه عضله البلانتاريز بقى واضحه هنا، يبقى ما بين الميديال واللاترال هيد اوف جاستروبنيميوس بلاقي البلانتاريز ماسل، وهيظهر عندي ورا التيبيا كده ظهرت التيبيا كلها اهي، العضله اللي ورا التيبيا على طول لسه متفقين مع بعض ان هي الهالوزس لونجس وزقت الكودال تيبيال، ما بينهم في عضله اهي ليها لونج تندون بتفكرني باللونج ديجيتال اكستنسور، بس دي على الميديال يبقى دي لونج ديجيتال فليكسور ماسل.
يبقى كده في عضلة اتزقت وعضلة زقت وعضلة اتزقت وفي عضلة بينهم. التلات عضلات دول بيعملوا لي الديب ديجيتال فليكسور تندون، لكن السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون معمول بعضلة واحدة اللي هي اسمها البلانتارز او سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل. يبقى السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل معمول بعضلة واحدة اسمها البلانتارز. الديب ديجيتال فليكسور تندون معمول بتلات عضلات، العضلة اللي زقت والعضلة اللي اتزقت والعضلة اللي بينهم. اللي زقت اللي ورا التيبيا على طول اسمها الهالوزس لونجس، اللي اتزقت الكودال تيبيال، اللي بينهم ليها لونج تندون فاقول عليها لونج ديجيتال فليكسور ماسل، لونج ديجيتال فليكسور ماسل. اخر عضله في الفليكسور موجوده ورا التيبيا على الكودال سيرفيس عند منطقه البوبليتيال نوتش والبوبليتيال لاين، بقول عليها البوبليتياس ماسل، بوبليتياس ماسل. طيب احنا شفنا في الرجل او في الهايند ليمب، نكمل في الفور ليمب كان فيه سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، وراه ديب ديجيتال فليكسور تندون، وراهم سسبنسوري ليجمنت. يبقى الثلاثه ستراكشر هم السوبرفيشال ديجيتال فليكسور، وادي وراه الديب ديجيتال فليكسور، واخر واحد دوت اللي هو سسبنسوري ليجمنت. ثلاثه ستراكشر هم. مين اللي بيكمل فيهم في الديجيت تحت؟ السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون بينتهي عند الفقره ما بين الفقره الفالنكس رقم 1 ورقم 2. اللي بيكمل للثيرد فالنكس اللي هو الديب ديجيتال فليكسور تندون، يبقى انا لو جبت التندون من هنا ما يبقاش ويبقى اول واحد من بره، ده هقول عليه ديب ديجيتال فليكسور تندون مش سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. يبقى انا كده شفت في الفور ليمب ثلاثه ليمف نود، في الهايند ليمب عندي اثنين ليمف نود، الثالثه بتبقى ما يعني صعب ان انا اشوفها اللي هي البوبليتيال ليمف نود، لكن الاثنين الواضحين قوي اللي هي على الميديال سيرفيس بتاعه التنسور فاشيالاتا اسمها بري فيمورال ليمف نود. الليمف نود الثانيه بتبقى جوه الفيمورال كانال، عندي في هنا قناه اسمها الفيمورال كانال، بتبقى حدودها من قدام السارتوريوس ماسل، من ورا بلاقي البكتينيوس والادكتور، على الميديال عضله الجراسيلز، على اللاترال عضله الفاستس ميديالز. دي كده الباوندرز بتاعه الفيمورال كانال. الكونتنتس بتاعه الفيمورال كانال، الكونتنتس بيبقى فيه اربع حاجات، فيمورال ارتري وفيمورال فين، فيمورال ارتري وفيمورال فين، بلاقي فيه برانش من الفيمورال نيرف اسمه السافينس نيرف، وبلاقي ليمف نود اسمها ديب انجوينال ليمف نود. يبقى الفيمورال كانال قلنا حدودها وقلنا الكونتنتس اللي موجوده فيها. كده الاكستنسور والفليكسور بتاعت الهايند ليمب.